السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بهذه التغطية الخاصة بذكرى شهادة السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب قدس سره الشريف، خلال سلسلة تغطيات مباشرة ومتواصلة ابتداء من اليوم إلى ما بعد المناسبة. راح نبحث بعدة مجالات بهذه الشخصية العلمائية الدينية الثورية الرافضة للظلم والاستبداد والاستكبار، صاحب الأثر الكبير سواء بمواجهة نظام صدام المجرم رغم السجن والتهديد والوعيد وإعدام العشرات من أسرة آل الحكيم، لكن الثبات وقوة الموقف هي السمة الأبرز والملازمة لشهيد المحراب، وصولا إلى إرساء أسس الديمقراطية والحرية والعدالة وحق الشعب بكتابة دستوره وطرد المحتل والحفاظ على الهوية الوطنية العراقية بعد عام 2003، انتقالا إلى الدور الإقليمي ووصف القضية الفلسطينية بأنها قضية الأمة ويجب الحفاظ عليها. كل هذه المسيرة الجهادية الكبيرة راح نتحدث عنها بأولى تغطياتنا مع ضيوفنا الأكارم، لكن قبلها نروح إلى تقرير عن المسيرة الجهادية لشهيد المحراب وبعدها النعودة. عندما يكون الصمت خيارا وحيدا للبقاء كان هنالك صوت على فوق صوت الطغاة. عام 1968 وفي غفلة من الزمان انقلب نظام البعث على الحكم العارفي مطيحا به ليستولي على السلطة وليبدأ عهد الرعب والدماء. سكت نظام البعث كل الأصوات وبدأ عهده بقتل وسجن كل من يعارض هذا النظام الإجرامي. حول العراق إلى سجن كبير. عام 1970 رحل المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم تاركا العراق في مهب الريح بعد أن شدد نظام البعث قبضته على العراقيين، حيث أصبحت مدينة النجف الأشرف وكل مدن العراق ثكنات عسكرية انتشرت فيها قوات النظام البعثي القمعية. تصدى شهيد المحراب للعمل السياسي سواء في حياة والده أو بعد وفاته، وتصاعدت حدة المواجهات بينه وبين النظام البعثي، حيث اعتقل مع الشهيد الصدر عدة مرات وحكم بالسجن المؤبد أواخر السبعينات قبل أن يغادر العراق قبيل إعدام الشهيد الصدر في عام 1980. هجر الآلاف من المعارضين لحزب البعث خارج العراق وتوزعوا على بقاع المعمورة، واختار الأكثر شجاعة منهم العمل ضد النظام بأسماء مستعارة خشية بطش النظام بأسرهم وأقاربهم في العراق، بينما اختار السيد محمد باقر الحكيم العمل الجهادي باسمه الصريح وكنيته المباشرة رافضا التستر خلف أي مسمى غير آل الحكيم. في 17 من تشرين الأول عام 1982 أعلن السيد الحكيم تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ومنظمة بدر، مما سبب الرعب لدى النظام والذي دفعه لشن حملة اعتقالات وإعدامات لأنصاره في كل مكان في العراق. عام 1983 قام نظام البعث الصدامي باعتقال 72 فردا من عائلة الحكيم، حيث أعدم 6 من أشقائه وهدد بإعدام الباقين على دفعات إن لم يتوقف عن محاربته للنظام والوقوف بوجه الطاغية، مما دفع النظام لإعدام العشرات من أسرة آل الحكيم الشريفة. لم تثني جرائم الإبادة التي مارسها النظام الصدامي بأسرته، فبقي صابرا محتسبا مجاهدا في سبيل الله ملحقا به الهزائم تلو الهزائم حتى الإطاحة بنظام البعث الصدامي عام 2003. رحب بكم مرة ثانية، وينضم لنا في هذه التغطية السيد كاظم الجابري أمر اللواء الثامن في سرايا عاشوراء، وعبر الأقمار الصناعية ينضم لنا سماحة الشيخ محمد تقي المولى عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. رحب بكم ضيوفنا الأكارم، وأبتدي وياك سماحة الشيخ. الأغلب لما يذكر شخصية شهيد المحراب وجهاد شهيد المحراب يروح الذهن إلى فترة جهاد السيد الشهيد في المهجر، سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو غيرها من البلدان. نتساءل عن الفترة ما قبل الجهاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فترة الستينات والسبعينات، إذا أمكن تقربنا أكثر من هذه الحقبة الزمنية المهمة في حياة السيد الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السيد الحكيم، آيت الله، السيد الحكيم لا يمكن في دقائق أو ساعات أن نبين جهاده وعمله وإخلاصه لله سبحانه وتعالى وعمل من أجل إنقاذ هذا الشعب. السيد الحكيم منذ البدايات، إذا نرجع إلى السبعينات كما تفضلتم، كان يدرس في الحوزة العلمية وهو من أبرز الأساتذة، يدرس الفقه والأصول، كفاية الأصول كما يسمون في الحوزة العلمية، وكان يدرس المكاسب، وكان لامعا من المدرسين المعروفين، وفي نفس الوقت كان يذهب إلى بغداد كل أسبوع يوم لتدريس علوم القرآن هناك. السيد الحكيم كان معروفا أنه يهتم بشؤون الأمة، شؤون المسلمين، ويبين هذه الأمور إلى طلابه ويسعى لإنقاذ هذا الشعب المظلوم. عندما نرجع إلى سفر السيد الحكيم وهجرته من العراق بعد استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، السيد الحكيم خرج من العراق وعمل في المهجر من أجل إنقاذ هذا الشعب ومن أجل إسقاط هذا النظام. كان يهتم كثيرا بهذا الموضوع، وأول ما دخل عن سوريا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سماحة الشيخ أسأل عن الدور والعمل الجهادي عفوا بفترة قبل عام 1980 وهجرة السيد شهيد المحراب. طبعا جهاد كان أيضا يجاهد بقدر المستطاع ذاك الوقت، ويحرض الطلبة ويحرض المريدين المنتمين إلى خطه وإلى حوزته، كان يحرضهم أيضا أن يعملوا لي. نعم، أرجع لك سيد كاظم، رحب بك مرة ثانية. هذه الفترة يعني من ابتداء من عام 1972 إلى عام 1980، بال 72 أكو اعتقالات، أكو الحكم المؤبد، أكو الحكم بالإعدام، بالتالي هي فترة من الجهاد لشهيد المحراب. هذه المرحلة بأي نوع من أنواع الجهاد تركزت بالنسبة للشهيد محمد باقر الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة شخصية محمد باقر الحكيم شخصية قد تكون يعني غير مكررة في هذا الزمان، يعني في زماننا المعاصر. شخصية شمولية، شخصية جهادية، علمائية، سياسية، احتوائية، واستطاع بالحقيقة مثل ما تعرف أنه في فترة من الفترات كان أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامي، لكن ظروف المرجعية الدينية في تلك الفترة خلت ابتعد عن الواجهة في مسألة الحزب، وهو الشهيد محمد باقر الصدر. لذلك بعد شقو يعني بعد تولي النظام القائد على الحكم بدأت عملية نشاط الجبهة الإسلامية في تلك الفترة، وكان لشهيد المحراب نشاطات كثيرة. قد يكون ما ابتعد عن الواجهة، لكن هو في الواقع كان يعمل في القضايا الفكرية، وخصوصا أنه السيد محسن الحكيم
اهتم بمسألة ثقافة المجتمع الشيعي في تلك الفترة، فتح مكتبات، كان عنده يعتبر أيضا مثل يعني الواجهة التي ممكن أن تكون واجهة بينه وبين الناس. لذلك أنا أعتقد أنه شهيد المحراب ركز في عمل الجهاد السري بعد ما يعني وصية السيد محسن الحكيم في أنه يبتعد عن الواجهة، وكان هو بالحقيقة هدف للنظام في تلك الفترة. بالتالي أكو جهاد فكري، جهاد ثقافي، وجهاد سياسي للسيد محمد باقر الحكيم. هذه الأنواع من الجهاد والتنوع في الأدوار وتعدد الأدوار، لأي درجة أرعبت النظام البعثي؟ الحقيقة النظام البعثي في تلك الفترة هو يحارب الإنسان اللي يسلم على الإسلام، اللي يقول له سلام عليكم قريب. فكيف إنسان مفكر؟ أنا قلت شخصية الشهيد حميد المحراب شخصية شمولية، وهذه الشخصية الشمولية كانت مؤثرة في يعني بالنسبة لوضع النظام، لكن ما كان مسلط عليها الأضواء. هو استهدافه لبيت الحكيم بالذات، يعني مرجعية السيد محسن الحكيم هو كانت أيضا هدف، هو السبب اللي أدى إلى أنه يستهدف الشهيد المحراب. ومثل ما تعرف يعني بيت الحكيم اتهمي وحتى بالشيوعية، مثل ما اتهم السيد مهدي الحكيم الشهيد الكبير خمسينات والستينات. نعم، فأنا أعتقد أنه شهيد المحراب نضال الفكري كان هو سبب في أنه يسلط الضوء على النظام، ولذلك شوف يعني حاول قدر الإمكان أن ينتقل إلى خارج العراق حتى يكون يعني يمارس عمله بشكل الطبيعي. طيب. لأن بدت مضايقات النظام بالذات يعني بالسبعينات، طبعا كان أكثر شيء يركز على الأحزاب الشيوعية والكذا، وهو بالحقيقة هدفه كان الأحزاب الإسلامية، وبدأ الحصار على الحالة الإسلامية، وبدأ النظام كشر عن النيابة في تلك الفترة إلى تقريبا فترة الثمانينات اللي هي الحرب العراقية الإيرانية، وبداية الحرب على الشيعة في العراق هي الحرب الإيرانية العراقية. يعني النظام هنا عمل على قضيتين، أولا حرب إيران الدولة الشيعية الوليدة، وبنفس الوقت محاربتها بأبناء الشيعة أبناء الجنوب بشكل قصري مثل ما صار في يعني ذهاب الناس إلى الجبهات. لذلك اختار السيد الحكيم عملية الجهاد، لكن كانت غير ممكنة في العراق، لذلك انتقل إلى خارج العراق. بالتالي هو يواجه حكم بعثي يتمتع بالسلطة والمال سماحة الشيخ والتأييد الدولي. نتساءل عن الصعوبات والمقومات اللي يتمتع بها السيد الحكيم حتى يتمكن من مواجهة مثل هكذا نظام يتمتع بهذه القوة، يتمتع بجزء ممكن من مقبولية الشعب باعتبار أكو هناك مؤيدين لحزب البعث ونظام البعث في بدايات قدومة. إذا الصوت واضح عندك سماحة الشيخ. مشهود ببسالتها وبجهادها وبشجاعتها، وعملوا من أجل إسقاط هذا النظام. هذا العمل أيضا تطور يوما بعد يوم، والسيد الحكيم كان رضوان الله عليه يشجع دائما كل العراقيين أن يعملوا من أجل إسقاط هذا النظام. اهتم كثيرا بإيجاد أيضا ثلة، مجموعة مهمة يعملون في الداخل، كان يعملون في الداخل، وكان هناك عمل من الأهوار، وكان هناك عمل من الجبال من شمال العراق، وكان في كل الأماكن عدنا مجاهدين يعملون في داخل العراق لإسقاط هذا النظام، وصارت عمليات كثيرة، ضرب عدي وبعض العمليات المهمة، وقبلها صارت عندنا تفجيرات لوزارة الداخلية ووزارة التخطيط، وكان والحشد الشعبي، وكانت عمليات مهمة من أجل إسقاط النظام. كل هذه العمليات كانت موجودة، ومع ذلك كان دائما يعطي القوة. هذه العمليات كانت بإشراف السيد محمد باقر الحكيم بمتابعته الشخصية للشعب العراقي. السؤال تسأله لي مو أنا. نعم، باعتبار أنه كان هو الذي
نعم. نسأل عن هذا الدور، الدور العسكري والدور الجهادي سيد جامع. نعم. العمليات ذكر سماحة الشيخ أكثر من عملية وأكثر من استهداف للنظام البعثي، وهذا يعتبر جزء من العمل الجهادي للسيد محمد باقر الحكيم ومن معه من الشهداء الأبطال. فهذه العمليات نتساءل عنها، هل أنه هي بإشراف مباشر من قبل السيد شهيد المحراب، أم أن هناك مجاميع تنوب عنه للقيام بهذه الأدوار؟ حقيقة إحنا في بداية عملنا في يعني في عملنا الجهادي في العراق تقريبا تعرفنا على يعني الأشخاص الذين يرتبطون بشهيد المحراب خارج العراق سنة 86 تحديدا يعني. وهذه في هذه السنة كانت الحرب في أوجها والنظام بدأ ينهار تقريبا، طالت عليه الحرب أكثر من 4 سنوات 5. لذلك عن طريق مثلا صدفة التقينا بمجموعة من الأشخاص الذين لديهم ارتباط مع سماحة السيد وفاتحونا في العمل يعني الجهادي، لكن لم يحددوا في الفترة الأولى شنو ما هو مطلوب. في اللقاء الثاني يعني بعد مرور أقل من شهر أو شهرين بدأت عملية يعني وضحت الصورة ما هو تكليف هذه المجاميع ومفروض تدريبها وكذا. تحتاج إلى وقت. بدينا ننسق لعمل داخل العراق، يعني صار تكليف الرسمي وليس بمباشرة من سماحة السيد، لكن كانت هناك مسؤولين موجودين في إيران ويأتون إلى العراق. طبعا أكثر هذه الأعمال تحتاج إلى جهد استخباراتي، تحتاج إلى هذه بالنسبة هي مسؤول عنها المجامع في الداخل. أعتقد كان السيد عبد العزيز الحكيم هو المسؤول عن هذا العمل يعني في شكل مباشر عمل الداخل. لذلك في بالبداية ما كنا نعرف طبيعة الارتباط، ونفذنا عمليات جدا مهمة في تلك الفترة ويعني أبان انتهاء الحرب، وكان النظام في أوج قوته من رد فعله بعد إنه نهاية الحرب. هي نهاية الحرب كان عنده نوع شبه انهيار، لكن ما كان باين عليه باعتبار خسائر كبيرة، الحرب ما أدت إلى نتيجة، طالت عليها الحرب، ما قدر يسقط النظام. أثرت على المنظومة الحاكمة هذه العمليات؟ طبعاً الحقيقة يعني الوجود يعني سرية معينة كان ممكن نذكر بعضها، كانت جداً مؤثرة، حتى أثرت على ارتباطه الدبلوماسي مع دول العالم والذين كانوا يمدونه بالسلاح في زمن الحرب. وكانت عمليات مؤثرة طبعاً، استهدفت البعثات الدبلوماسية اللي لها علاقة بدعم الحرب، وأيضا استهدفت شخصيات بعثية مؤثرة، واستهدفت البنى التحتية في، وهاي في عمليات كلها في بغداد. لذلك يعني كان عملية تحول كبيرة حصلت في العمل الجهادي بعد ما انتمت مجاميع من الداخل وخصوصا من بغداد إلى العمل الجهادي بارتباطها بسماحة السيد شهيد المحراب. كنا بالحقيقة ما شايفين السيد، لكن تجينا رسائل توجيهات بشكل مباشر، وأنا لازلت محتفظ حتى في رسائل في تلك الفترة. لذلك أنا أعتقد ما قام به المجاهدون الذين ارتبطوا بشهيد المحراب في تلك الفترة فاجأ النظام. وطبعا أنا عند الاعتقال كنا نقول لهم يا احنا حزب الله، السيد الحكيم يقول لا انتوا حزب الدعوه. ما يقبلون يعترفون اكو حزب الله، يعني ما كان عندهم هذه القناعه. الى ان بعدين تكشفت الصوره بشكل حقيقي انه لا، هذه مجاميع مسلحه وهذه مجاميع تشكل خطر على النظام، وحقيقه قامت بعمليات كلش كثيره وكبيره. هذه المجامع اكيد حالها من حال اسره آل الحكيم والمضايقات واعدام العشرات من الشهداء من هذه الأسرة. أسأل سماحة الشيخ، بالتالي يعني عرضنا بالتقرير أكثر من 72 شخصية من هذه الأسرة المباركة الطاهرة تعرضت للإعدام، وهذا هو جزء من أساليب البعث الصدامي لممكن إضعاف موقف السيد الحكيم اتجاه قضيته واتجاه هذا الأمر اللي هو مؤمن به ومؤمن بتحقيقه في العراق. بالتالي أسأل عن سر هذا الصمود للسيد الحكيم بمواجهة صدام وأزلامه ونظامه وعن جهيته بالحكم. أنا شاهدت الموضوع عن قرب في الشهداء الستة الأولى رضوان الله تعالى عليهم. كنا جالسين مع سماحة السيد عبد العزيز الحكيم،
جف التليفون، تحدث بالتليفون، انا شفت انه هذا التليفون مو تليفون عادي. خلص التليفون قال خابرني فاضل البراك، فاضل البراك خابرني واخبرني بان قتلوا 6 من اخوتي، وجاي سيد محمد حسين الحكيم، ايت الله سيد محمد حسين الحكيم، ارسلوا من تركيا الى ايران الى طهران حتى يخبر السيد الحكيم. حاولوا بشتى الاساليب، وثم قتلوا بعد ذلك بعد 16 اخرين، وقتلوا 10 اخرين، وقتلوا الى ان وصلوا الى اكثر من 70 شخص من هذه العائله، وكان يضغط صدام ان يقتل هؤلاء لعل السيد الحكيم يخاف او يتنازل عن قضيته او يسكت ويذهب الى قم للدراسة ويسكت الموضوع ويترك هذا الموضوع. بينما السيد الحكيم كلما صارت هذه الامور، خاصة مثلا لما نجي نشوف انه لما قتلوا 6 وهم نجوم علمائية مجتهدين كبار، والسيد الحكيم بالمقابل سيد كاظم اكو صمود من قبل من قبل السيد الحكيم بوجه كل هذه الاساليب، مثل ما ذكر سماحه الشيخ المولى اكثر من 70 شخصيه من هذه الاسره المباركه، وبدا بالتشكيلات من الخارج من المهجر من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. الاستجابه شلون كانت تتم الاستجابه من قبل الشباب العراقي حتى تتم هذه العمليه؟ طبعا اذا بدنا نتحدث عن شخصيه السيد الحكيم، انا قلت شخصيه شموليه، وكان عنده مجموعه اهداف انا من خلال قراءتي لهذه الشخصيه. الهدف الاول هو لم شمل المعارضه، وهذا ادى الى انه شخصيته الاحتوائيه انه يحتوي جميع اطراف المعارضه ويجعل لها فرد غطاء اسمه المثل على الثوره الاسلاميه في العراق. المثل على الثوره الاسلاميه لم يكن حزبا، كان مجموعه احزاب اسلاميه تنضوي تحت هذا مجموعة أحزاب للثورة الإسلامية. كل حزب ضد النظام ولديه طموح في تغيير النظام كان ينضم إلى أحزاب معروفة مثل حزب الدعوة ومنظمة العمل الخارج. تقصد في الخارج؟ نعم. فعمل على لم شمل المعارضة، وكان هذا فرق شيء إيجابي بحيث وحد خطاب المعارضة من خلال مجلس الأعلى. القضية الثانية كان واحدة من أهم أهداف يعني الأعمال التي قام بها السيد الحكيم في مواجهته مع النظام، هو أن يعكس مظلومية الشعب العراقي للمحافل الدولية. القضية كانت مؤثرة، تدري النظام إعلامه كلش كان يعني غير ممكن أنه وسائل الإعلام توصل إلى ما يرتكبه من جرائم ضد الشعب العراقي، لذلك كان يعكس مظلومية الشعب العراقي. حتى يوصل للشعب العراقي فقط اللي يريده النظام أنه نعم يوصل نعم من خلال قنوات محددة. ولا وقنواته موجهة والدول العربية كلها معاه، لذلك الشهيد المحراب كان اللسان الناطق لمظلومية الشعب العراقي. القضية الأخرى وهو تنظيم صفوف المجاهدين تحت مسمى لواء بدر أو فيلق بدر، هذه فرد عملية استطاع السيد الحكيم أن يجذب العراقيين الموجودين في إيران، سواء الذين وقعوا في الأسر الجمهورية الإسلامية وتركوا موالاة النظام وأصبحوا من المجاهدين ودربوا وتحت المسمى فيلق بدر، هؤلاء والآخرين من المهاجرين، وخصوصا بعد الانتفاضة الشعبانية. يعني الانتفاضية الشعبانية أحدثت ثورة في المهجر، بحيث كثير من الشباب أكثر من 650 ألف إنسان عراقي هاجر، ثلثينهم من الشباب. استطاع السيد الحكيم من خلال تنسيقه مع الجهات الإيرانية الموجودة أن ينضمون هؤلاء الى فيلق بدر ويدربون ويهيئون لهذه للمعركه. تأثير كبير للسيد الحكيم على الطبقه الشابه في المجتمع العراقي. نعم. رغم تاثير البعث، خطاب السيد اصله هو كونه ابن مرجع، كونه هو مرجع، يعني ثقافته العاليه، هواي اشياء. باي طريقه تعمم الخطابات؟ يعني كانت هناك اكو جريده، اكو اذاعه، لكن وصولها للعراق بشكل صعب بصراحه. يعني لكن في داخل المهجر لا، كانت الخطابات. اكو قضيه اخرى اللي اهم نقطه عمل عليها الشهيد المحراب، هي تشكيل مجاميع عمل داخل العراق قبل الانتفاضه وبعد الانتفاضه. قبل الانتفاضه ما
مجامعنا عملت بشكل كبير وكانت تؤدي دور جهادي. هي الفترة اللي قصدناها بعد نهاية الحرب العراقية لا لا أبان يعني داخل الحرب يعني تقريبا من 85 إلى التسعينات. بعد التسعينات تطور العمل بشكل كبير وأصبحت هناك محاور عمل داخل العراق يعني بالانتفاضة الشعبانية فتحت في الأفاق أفاق كثيرة أمام المجاهدين، لذلك اختلفت النظرية. هنا نشط شهيد المحراب وكان الحقيقة للسيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه دور كبير في إدارة عمل الداخل، هذه نقطة مضيئة في تاريخ السيد الحكيم. والقضية المهمة اللي أنا أعتقدها واحدة من القضايا اللي عمل عليها شهيد المحراب هو مشروع بناء الجماعة الصالحة. هذا المشروع الكبير اللي كان حقيقة يهدف به إلى أنه توحيد أولاً جذب الشباب وتوجيههم التوجيه الصحيح واستثمار طاقات الشابة في العمل ضد النظام. طبعاً ما توفرت الظروف الصحيحة في المهجر حتى تنبني مدارس لهذه العمل يعني أماكن لتعليم وتوجيه الناس بأفكار شهيد المحراب، لكن بشكل أو آخر كان هناك بعض المحافل خصوصاً في قم المقدسة في طهران في مكتب السيد، منشورات السيد كانت تصل إلى الداخل. هواي حقيقة أمور كانت مهمة عمل عليها السيد هي التي الآن نجني ثمرها في كل القضايا التي حصلت بعد شهادة الشهيد محمد. نعم، أنتقل لسماحة الشيخ وأسأل عن فترة تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بداية الثمانينات. انطلاق هذه الفكرة مثل ما نعرف هي استجابة لدعوة السيد الشهيد الصدر اللي انطلقت في 1982. نعم، يعني صارت هناك قبل المجلس الأعلى مكتب العراق وصار عمل كل المعارضة الموجودة أن يمولون ويدعمون من قبل السيد الحكيم. ثم في سنة 1982 صارت الفكرة من سماحة آية الله السيد الحكيم وبعض إخوانه أن يصير تأسيس المجلس الأعلى. صار تأسيس المجلس الأعلى ومجلس الأعلى استقطب كل الشخصيات العلمائية وكل الشخصيات المعارضة الموجودة اللي يعارضون نظام صدام. وفعلا أول عمل صار للمجلس الأعلى تعبئة العراقيين، إيجاد قوة عسكرية يد ضاربة للمجلس الأعلى وشكلنا هذه الوحدة العسكرية بالاصطلاح. ثم شيئا فشيئا صار فوج شهيد الصدر ثم فوج ثاني ثم فوج ثالث. نعم، سرايا الهجرة والجهاد والشهادة بعد الفرقة فيلق بدر. وفي نفس الوقت أن السيد الحكيم تأسيس المجلس الأعلى استطاع أن يستقطب فيلق بدر. إذا نتساءل سيد كاظم عن دور هذا الفيلق انطلاقا من التشكيل، مثل ما ذكرنا اكو عمليات في الداخل، دور العناصر اللي موجودة في الخارج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمحاربة هذا النظام بأي طريقة كانت؟ أنا إذا تسمح لي قبل هذا السؤال الجواب أنه أتحدث عن ما حصل بعد الانتفاضة الشعبانية بعد 91. نعم، باعتبار الانتفاضة الشعبانية هي في الظروف تختلف ظروف استثنائية في عمل المعارضة العراقية. فعمل السيد الحكيم أنا أعتقد على ثلاث مباني أساسية. المبنى الأول تكثيف العمل الثقافي داخل العراق من خلال المنشورات الإذاعة التي كانت تبث إلى في داخل العراق، الاهتمام بالحالة الثقافية داخل وضع الشباب، بث روح الجهاد وقضية داخل الجامعات. يعني حتى يعني صور صار فرد عمل كان هو خطير في وقته، والحمد لله ما أنه دعية كل طلاب الجامعات إلى الهور وكان عمل خطير بالحقيقة. يعني واستجابوا طلاب الجامعات، استجابوا وبعضهم تضرروا من هذا الفعل. يعني معناته أكو هناك كان. القضية الثانية تنظيم مجامع جهادية قتالية تستهدف أزلام النظام وبناها التحتية، طورت العملية أكثر
توسعت العمليات أكثر، المجاميع كثرت أكثر، ارتباطاتها فتحت مقرات في الحدود العراقية في دهلران في إيلام، يعني هاي المناطق القريبة من العراق، وشكلت مجاميع تعمل داخل المناطق اللي مجاميع اللي جنوب العراق ومجاميع في قلب العاصمة بغداد. هذه النقطة. هذه المجاميع كان لها عمليات مؤثرة بالعاصمة طبعاً بغداد. طبعاً نعم. يعني مثل ما نعرف صدام يطلع بخطابات يقول إنه هذه المجاميع تقاتل بأطراف المحافظات ما راح تقدر توصل لبغداد. أنا أضرب لك مثال بسيط. إحنا لما نعتقلنا في ذيك الفترة أحد المحققين قال إحنا صار لنا يوم شهرين ما نايمين ببيوتنا بتكليف من نظام حتى نقبض على هاي المجاميع. على مجموعتنا بالذات، يعني القضية مو بس نظام إعلام، نظام مضلل. القضية الثالثة اللي سعى لها السيد المحراب بعد الانتفاضة هو كشف جرائم النظام في الانتفاضة الشعبانية، كلش مهمة. يعني كل ما حصل من جرائم في قبل الانتفاضة الشعبانية مقابل ما جرى من جرائم في قضية كبيرة، كان السيد المحراب هو الذي رفع هذا الصوت في لإيصال مظلومية الشعب العراقي بعد من هذه الجرائم الكبيرة. فيما يخص فيلق بدر، أنا أعتقد أنه إذا تريد تصور ما هو دور فيلق بدر، تصور ما هو دور الحشد الشعبي الآن. مشابه الدور؟ مشابه، لا. يعني المرحلة التي تأسس فيها فيلق بدر هي كانت بداية تنظيم للعمل العسكري الجهادي ضد النظام. والنظام ما كان يزعزع الكلام والقضايا الثقافية والمنشورات والدعايات والهذه أبدا. الذي زعزع النظام العمليات الجهادية. لما يشعر أكو ند إله وأكو قوة، هذه القوة ممكن تتطور. ومنين من أبناء اللي كان هو يغرر بهم أو كذا من منها الناس المهاجرة ومن الناس التي حقيقة قاتلت في ذيك الفترة في صفوف الجيش العراقي وصارت لها فرصة أن تذهب إلى الجمهورية الإسلامية. هذه فرد قضية كلش مهمة. يعني تأسيس فيلق بدر هي نقطة انطلاق للقضاء على النظام، وهي أنا بدون مبالغة يعني أعتقد أنه وهي نقطة، النقطة التي ممكن يعول عليها في بناء الحشد الشعبي وما حصل في انطلاق من 2014. من هذه الفترة لا، القيادات التي قادت المعركة في ضد داعش هي نفس القيادات التي كانت تقود المعركة ضد النظام، ولكن اجتها جيل من الشباب الجديد. طبعاً هناك أجيال متشابهة الأدوار، يعني القوى اللي دعمت داعش هي نفسها القوى اللي دعمت نظام البعث. لا، أعقد معركتنا مع داعش أعقد من معركتنا مع النظام. معركة النظام معركة واضحة، يعني عدوك واضح ومن جهة واحدة وعندك وسائل الوقاية واضحة. نعم هو لكن المعركة مع داعش معركة عالمية. طيب. معركة النظام معركة داخلية. لكن طيب. معركة مع داعش معركة عالمية. طيب. أسأل سماحة الشيخ، بالتالي هل يعتبر السيد الحكيم هو أول شخصية علمائية دينية ترفض نظام البعث وتجهر بهذا الشيء بوسائل الإعلام، بصلوات الجمعة اللي تقام في طهران وبكل الوسائل المتاحة، وتوجه خطاباتها بشكل مباشر إلى نظام البعث الصدامي؟ أستاذ شهيد المحراب اللي تصدى بالبدايات لمحاربة هذا النظام وإسقاط هذا النظام، ونعتبر أنه السيد الحكيم يعتبر رمز ثاني اللي قام بهذا العمل وعمل بكل جهده وكل وقته ليلا ونهارا من أجل إسقاط هذا النظام وتعرية هذا النظام وتعريفه إلى العالم وتعريف مظلومية هذا الشعب العراقي المظلوم، وعمل كثيرا وصار كما قلنا موضوع القوة العسكرية أسسها السيد الحكيم والإعلام اللي كان عنده ونشر هذه القضية في العالم والأمم المتحدة، وفي نفس الوقت السيد الحكيم كان يهتم لإيجاد مواطن أخرى للعمل، يعني عمل أن إيجاد مواطن في جنوب العراق وفي الأهوار وكذلك في شمال العراق في السليمانية، أسسنا قوات في أربيل وفي السليمانية وفتحنا مكاتب بتوجيه السيد الحكيم في هذه المدن، ومن هنا كانت الانطلاقة إلى
بعض العمليات البطولية، بعض العمليات الجهادية، والوصول إلى الداخل لتحريض الشعب العراقي وتوعية الشعب العراقي أن يقوموا بعمل جهادي. كان هناك كثير من الاهتمامات في هذه المواضيع، والسيد الحكيم هو يرعى كل هذه الاجتماعات ويوجه هذه الاجتماعات والمجاميع في شمال العراق وفي جنوب العراق وفي وسط العراق، يوجههم حتى يقوموا بعمليات بطولية ويقوموا بزعزعة هذا النظام. يعني كان العمل كله من أجل زعزعة هذا النظام، وفي نفس الوقت تفهيم لشعوب العالم أننا نحن معارضة، وهذا النظام نظام مجرم، ونحن نسعى من أجل إسقاط هذا النظام. طيب. واضطر المجرم صدام أن يقول أن خلي يأتي السيد الحكيم وندخل في انتخابات. أنا وهو نشوف من يجيب صوت أكثر. يعني هذا صدام صعب عليه أن يجيب اسم سيد الحكيم ويقول هكذا، ولكنه اضطر لأنه كان يشوف أن شعبية السيد الحكيم وكثير من الناس الموجودين في العراق كلهم ينتظرون السيد الحكيم ويطيعون السيد الحكيم، والمعارضة الموجودة في الخارج اللي موجودين في دول أوروبية، في أمريكا، في أستراليا، في سوريا وفي أماكن أخرى، كلهم يهتفون باسم سيد الحكيم، مما اضطر المجرم صدام أن يقول أنه خليه يجي ندخل في الانتخابات. طيب. بالتالي الأدوار عفوا سماحة الشيخ، وعمل صدام بكثير من أسأل سيد جابر، بالتالي إذا نسأل اليوم لأي درجة صعب هذا الموضوع؟ يعني اليوم أي شاب ممكن يشوف هذا حديثنا حاليا ما يتخيل صعوبات أنه تكون مجاهد وأنه تكون رافض للنظام بوقت صدام. فلأي درجة أنتم كمجاهدين بذاك الوقت يعني كنتوا تواجهون الصعوبات والتحديات والمضايقات وأنتم في هذا الخط بالتحديد؟ طبعا للأسف الشديد بعد سقوط النظام وبعد يعني انبعاث النظام السياسي الجديد ما كان هناك تركيز على عكس الماضي الذي كان فيه صفحة مشرفة لكل العراقيين طبعا بدون استثناء، وللمجاهدين أتباع تيار شهيد المحراب بالذات، يعني الذين كانوا يعملون تحت عباءة السيد الحكيم. هذه فرد قضية مظلومية كبيرة، مظلومية للسيد الحكيم نفسه. يعني اليوم للأسف الشديد المقاومة العراقية، المجاهدين العراقيين لا يعتقدون أنه السيد الحكيم هو الرمز وهو القدوة. مع العلم هذا فرشاه في إجحاف في حق السيد الحكيم، تشخيص مهم، هذا سبب واقع اليوم. طبعا سبب صراع سياسي ما له علاقة عقاديا. اليوم السيد الحكيم يمتلك شخصية سياسية عقادية، مرجعية سياسية عقادية، وهو شخصية نادرة في وضعنا في العراق، وكان بالحقيقة وجوده يعني لو كان ذلك. أنا سألت الشيخ المولى يعني هل يعتبر هو الشخصية الأولى في مواجهة صدام؟ مو بس بهذه الصراحة والقوة، مو بس الأولى. أولا مكانته من عند الإمام الخميني، مكانته عند المراجع، مكانته في المرجعية في بغداد العراق والمرجعية في قوم، هذه كانت أسباب يعني أدت إلى أن يكون له شعبية كبيرة، أن يعني يعكس القضية العراقية ينشرها بشكل ممنهج وكلامه مسموع. يعني كان يعتبر رئيس العراق في المهجر، هذا في المهجر من اجل العراق، مشروعه كان مشروع كبير، ما قال انا اريد اسوي حزب سياسي، قال اريد اوحد المرجعيه الدينيه، خطاب المرجعيه اكد على هذه القضيه صحن الحيدري. لذلك انا اعتقد هذه المظلوميه من عكست حتى نجي نقول الشباب هل متاثر او لا متاثر. اما ما يخص الوضع الشباب في زمن النظام، هذه مدرسة، أنا أعتبرها مدرسة. أنا كتبت فريشي لكن ما أريد يطلع الآن للعيان بعدين. يخص هذه الفترة؟ لا، ذيك الفترة يخص ما قبل عام. نعم. كتبت مذكرات اسمها طريق رحلتي في طريق ذات الشوكة، شجاعة الخوف. شجاعة الخوف، يعني أنت تعيش وسط نظام قاهر مو بس يأذيك، عائلتك تروح. أنا في اعتقالي اعتقلوا 12 واحد من عائلتي، 3 أشهر أهلي قاعد وياهم الأمن والإزلام النظام، ما يخلون يتحركون يروحون هم وياهم للسوق.
هيك هيك عده هذه العقوبات على كل واحد بيكم يعني كل لا واحد انا واحد هسه الله من الاخرين يشتوى بيهم كل واحد يتعرض ممكن لهذه المضايقات لذلك شوف هذه الصور لم تعكس الى شباب اليوم المفروض شباب اليوم زمن الجميل يتحدث عن زمن هو يا زمن جميل وين اكو جميل عايشه ما يعرف ما عايش هو حقه لان ما يعرف يعني انت اليوم انا داريت ابني اللي انا ابني ما يدري شنو صار ذيك الفتره ذيك العقبه لانه انت الان انا اعتقد ما عاناه الشباب في تلك الفتره ووقوفهم ضد النظام فرشيه تجربه كبيره في تاريخ الشعب العراقي هو شنو يعني سر وهي انعكست سر الايمان للشباب بهذه الشخصيه شخصيه متواجده بالخارج وهو يشوف قدامه نظام يصور نفسه على انه هو الحاكم الاوحد وحتى ب 2003 البعض ما مصدق انه النظام سقط ثلاث صفات اتصف بها شيء للمحراب خليته شخصيه مؤثره اولا هو كونه رجل عالم مرجع دين ومرجع سياسي هذه نقطه السطر وهو مرجع لكل المجاهدين النقطه الثالثه المهمه انه مضحي يعني من يعطي اكثر من 63 شهيد في تلك الفتره وهو بعدين يعطي يروح على هذا الطريق فهذه قضيه يعني واضحه انه هذا الرجل كان مؤثرا شخص طبعا من تتحدث عن مزايا شهيد المحراب الشخصيه مو القضيه العامه راح تتاثر باكثر مما يعني عشنا ويا عن قرب مو يا بالذات عن قرب له اكثر شيء مع سماحه السيد عبد العزيز لكن في كثير انا عندي مجموعه لقاءات مع سماحه السيد بشكل منفرد لقيت فيه شخصيه تختلف عن الاخرين يعني انا كشاب ذيك الفتره عمري 22 سنه التقيت شهيد المحراب مهتم بيه وبقومه لوحدي ومن ضمن وقته فر الساعه كامله يسولف وياي هاي فرد وهو في تلك الفتره اللي هي انتفاضه الشعبانيه بعدها نهايات بدا يعني استوى منتهيه يعني عام تقريبا 91 انا ملتقي بسيد الحكيم ساعه كامله انا احكي هموم الشعب العراقي وهو يستمع بانصات رجل كان يقرا كل شيء هيك عنده خلق المام خلق يعني تعال شوف بشر مهتم يقرا كل شيء وانشغالاته وهذا الدور واحده كله من القضايا اللي انا اعتز بها في تاريخي مع شهيد المحراب اجت فد عائله شهيد الى المهجر الى الاردوغان اللي هي هذا المكان اللي يجتمع به العراقيين عندما ياتون بعد الانتفاضه. فكان وضعها كلش مأساوي، فانا كتبت فرد ورقتين للسيد عبرت عن هذه العائلة. وذيلت هذه الورقتين انه سمعت من الاخوه المقربين من مكتب سماحه السيد انه السيد ما يترك ورقه ما يقراها. فقطعا راح تمر عليك هذه الورقه وتقراها. عندي رساله كان المفروض اجيب لكم اياها للبرنامج. تشرف. السيد الحكيم يقول نعم انا قرات. مسات الشهيد لا هو كاتبها بس موقع بخطيده مطبوعه بتوقيعه بس بتوقيعه كاتب انا قرات واستجاب دز مبعوث خاص ودز مساعدات لهذه العائله واهتم بها اهتمام كبير رجل شمولي يعني عنده القدره ان يصرف كل وقته في سبيل الله يعني شخصيه هذه الشخصيه لو تترجم بشكل حقيقي وتنقل للشباب هذا الان اللي يعاني من اشياء شنو كثيره يصير وشنو ادوار هاي القاده والعلماء شهيد المحراب مظلوم في هذه النقطه خلينا ننتقل سماحه الشيخ لفتره ما بعد عام 2003 ولو انه الفتره قصيره من وصول السيد الشهيد للعراق الى مرحله الاستشهاد استمر السيد الشهيد بعمله الجهادي بعد عام 2003 وشنو كان المطلوب وشنو كان اللي يريد يحققه السيد الشهيد من هذا التواجد والعوده مره ثانيه الى العراق. حقيقه السيد الشهيد المحراب ايت الله السيد الحكيم بعد سقوط النظام ودخوله الى العراق يعني لم يترك عمله بعد ان سقط النظام سقط صدام بل بقى يستمر ويطرح اطروحات اولا توحيد المرجعيه طرح اسم المراجع ووحدتهم وان يكون هو المرجع السياسي في هذا الشان ويقوم باعمال لتنظيم الامور وتوعيه الشعب ايضا وحل المشاكل السياسيه كان عنده افكار مثلا من أفكار اللي أنا سمعت من عنده أنه نعمل النجف وكربلاء والكوفة وهذه المناطق نحولها إلى
خلينا نقول انه فد حاله تكون هذه المنطقه منطقه منزوعه السلاح ومحترمه. نعم. ارجع لك سيد كاظم، يعني ما بعد عام 2003 ذكر سماحة الشيخ المولى انه استمر الدور الجهادي، واذكر باول خطاب مصور طبعا هو موجود، باول خطاب للسيد الشهيد الحكيم شهيد المحراب ذكر يعني وهتف بالصحن الحيدري نعم نعم للاستقلال. فشنو اللي كان يريد السيد الحكيم من هذه الخطابات وهذه الهتافات المؤثره بوقتها؟ الحقيقه واحده من الاشياء التي اجاد بها سماحة السيد الحكيم رحمه الله عليه بعد رجوع العراق انه لم يزاحم احد في المحافل الحوزويه. انا في خدمه المراجع، ما اجى تدري هذه العلماء اكو، يعني انا اعتقد انه هذا السؤال سئل، هل السيد الحكيم جاء الى العراق حتى يتصدى للمرجعيه الدينيه مثلا؟ هذا هو ما كان، وذكر بنفس الخطاب اكثر من مرجع ديني. القضيه لم يزاحم احد في المحافل السياسيه، هو تنحى عن السياسه وتركها لسماحة السيد عبد العزيز الحكيم. جلس بالنجف، لم يتدخل الا في الاشياء المهمه في قضايا اللي بدايه التغيير، هذه نقطه مهمه. ما كان عنده، ما راد يكون له دور في محافل السلطه، السيطره على السلطه او استغلال السلطه، حتى السيد عبد العزيز الحكيم اكو عنده في بعض الحقيقه في مراحل حياته لم يكن مهتم بالسلطه بقدر ما مهتم به، وهو كان يترجم فكر الشهيد المحراب. السيد الحكيم عندما سقط النظام واستقرت الأوضاع راح في وراء مشروع كبير، وهو كيف يستطيع أن يجعل من العراق مستقلا، وهذا جهاد من نوع آخر، جهاد ضد المحتل هنا، تكملة الطريق، هو مو جهاد من نوع آخر، تكملة الطريق الطويل. لذلك هذه النقطة الأمريكان والعدو الصهيوني والاستكبار العالمي يعني مو ليسوا بغافلين عن خطاباته. 14 خطاب في الجمعة كانت تماما يدرسون دراسة دقيقة، وخصوصا الخطاب الأخير. الخطاب الأخير انقلاب واضح على شرعية وجود الأمريكان داخل العراق. كانت أكو عندنا أكثر من مرجعية بالنجف حتى لما وصل شهيد المحراب، السبب في أنه هذه الشخصية الأكثر متابعة سواء من الأمريكان أو غيرها من الجهات وتفسير لهذا الخطاب، ما هو يعني كنا نسمع خطابات وموجودة إلى اليوم، شنو اللي يميز خطاب السيد الحكيم بهذه الخطاب؟ خطاب السيد الحكيم خطاب ثوري سياسي. إحنا في العراق ما عندنا مرجعية سياسية، لا نؤمن بالقضية السياسية، لذلك ولما يصير تغيير نظام يعني غير سياسي فتحتاج إلى واجهة سياسية. فالشهيد يعني تصور الأمريكان لعبوا على الوتر الصحيح، عندما استشهد شهيد المحراب انقطع على الوتر المرجعية السياسية في العراق بدون مبالغة، يعني لأنه هذه القضية كان لو كان السيد الحكيم استمر في وجوده لكانت عملية المطالبة بخروج المحتل عملية شرعية أكثر من طالب. نفس هذا الخطاب طالب بشكل مرحلي، كان خطابه مرحلي، أما السيد المحراب كان يخطط لكيف يستطيع أن يعني يولد رأي حوزوي، يقول واحد خطاب المرجعية ورأي سياسي ورأي جهادي باعتبار وجود مجامع جهادية حتى استطيع إخراج المحتل. الأمريكان يعون جيدا أنه شهيد المحراب عنده ثوابت عندما حقيقة قبل بالمشروع الأمريكي للتغيير، وكان عنده كلام يعني من الكلام اللي مؤثر جدا انه الامريكان هم شريك واقعي وليس شرعي. واقعي مفروض، واقع مفروض، الواقع اليوم مفروض وليس شرعي. اذا السيد الحكيم يبحث عن الامور الواقعيه والشرعيه لانهاء الاحتلال بشكل منطقي، مو عشوائي فوضوي مجرد هلهله يعني جعجعه بدون سبب. لا، السيد الحكيم مشروع اصلاحي حقيقي، كان يتحدث عن الاصلاح من فكر وفهم وعمق واستراتيجية وتجربة سابقة بمواجهة وتجربة وتضحية. أما حكي هيك تصفيط ماكو، ما عنده هذا التصفيط. رجل كان عندما يتحدث بجملة يعرف شنو معناه وشنو مستقبله وشنو أهدافه ودلالاته وتفسيراته. أنا أشكرك السيد كاظم الجابري آمر اللواء الثامن في سرايا عاشوراء، وأشكر كذلك الشيخ محمد تقي المولى عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على كل هذه الإيضاحات واللمحة التاريخية عن حياة شهيد المحراب.
مستمرين إن شاء الله في تغطياتنا لهذه المناسبة وهذه الذكرى الخاصة بذكرى استشهاد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. يوم غد إن شاء الله راح نتابع الجانب السياسي والدور السياسي لشهيد المحراب ابتداء من المرحلة ما قبل عام 2003 وصولا إلى ما بعد عام 2003 ومتبنيات شهيد المحراب. نلتقيكم غد إن شاء الله، في أمان الله. لقد صنعوا كل ذلك، يريدون القضاء علينا وعلى العراق ومقدرات العراق، ويريدون القضاء على الإسلام ومقدرات الإسلام. حتى شاء الله تعالى، شاء الله، ما شاءت أمريكا. أقول لكم بوضوح ومحسوب هذا الكلام، ليس كلام شعارات، عندي حسابا وقلت لهم هذا الكلام. إن شاء الله تعالى أن تدور الدائرة، فيأتي الأمريكان ويضربوا طالبان، هم الذين بنوا طالبان، ويأتون ويضربون صدام، وهم الذين بنوا صدام، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.